ومساكم الله بالخير. هيدا العي اهو. اليوم طبخة جديدة، فعالية جديدة. هيدا العيل، اليوم معنا طبخة جديدة، دونات المكونات صحلة، وكيلو ملح وكيلو سكر وخمير وزيت وطحين وبيض وأيدي عاملة. طبعا نحط 3 حفنات طحين نفس كذا. جودها حط عدين. طبعا بدون ما نحط معه ما نعجن لين ينفرز. حط ما حطيت ملح. حط يي ويلي نواف طحينا ذا مو بنيس. يا مال الجنة. طبعا الظاهر انها مي بضابطة دوينات، بنعلمكم طريقة القط. جعل الله تحذف، والله يوفت عدوك انكب كله. يي ويلي نزل عقط. حرزيت دونات كور يا فرقة يا زرقة. أبقى عيد تنعجن. حرت الزيت ذي والله ما تنعجن كود انعجن انا. وجول هذي دوينات ركب بعري. اخلص حر الزيت. تدري متى تدري ان الشغله خربت؟ هذا خربت هذيك الثنتين. شوف السماكه. طبعا عجناها عقب الشيل والحط، نخليها تخمر 10 ايام. انت لازم تزق في الشغله. انا الدهني قوطعه انا ولا انت؟ لا والله هل انت. هذه عقب ما خمرت والتهف. بعيد تظهر تكفير واف. هذه اول دوينة نحط فيها فتاحة. حرت الزيت. هنا يا الله ايش تظهر. هنا يا جودها لازم خراقة يصير مثل خراقة دي. يسلا انا نسيت كم يضرب خراقة. هاي العي يا ولد والله ولا دمنات دانكن. هوي خلصت المخرج ذي نحط الثانية. هوي يا ولد ريحتها ريحة القماد. انا هي القماد وشين هي اصلا. حلوة. الحين دوينات محشية. يقط محشي هو بقط كل الشغل بقط. هذه الدوينات جاهزة والله اشكالها تروع يا ولد. خواريج افتبقك.
شوف كيف لينا. هذا سنبون. طبعا هذه ما علمناكم انها سنبون. هذه سنبون. وهذه دوينات. شوف 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 شوف. وهذه شوف شوف. كانها مخ جربوع انا. تنفرث على طول. كيف؟ والله العظيم انها اول مره تجيني تبدي من طبخه. ييو. انت من بشمت؟ انا قايل لك لا تكثر لا تكثر. جوك يحط بيديه ورجليه.